السلام عليكم. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة لمناقشة التطورات المتسارعة التي عرفها ملف الصحراء منذ التمديد لبعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وكان آخرها إبلاغ إلى الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي منظمة الأمم المتحدة موقفها الجديد المتمثل في اعتبار الصحراء جزءا من التراب المغربي. منتظر أن تعرف جلسة مجلس الأمن التي تعقد بطلب من ألمانيا العضو غير الدائم استعراض نائبة الأمين للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري أرلا الوضع القائم منذ أزمة معبر القرقرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا، والتي انتهت من طرف المغرب تشرين نوفمبر 16 نوفمبر، وإعلان جبهة البوليفاريو انتهاء التزامها بوقف إطلاق النار من جانب واحد. كما يرتقب أن يقدم كل من بنتو كيتا الأمين العام المساعد لإفريقيا وكولين ستيوارت الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء إحاطة حول الأوضاع بالمنطقة منذ قرار مجلس الأمن في 30 أكتوبر تشرين الأول الماضي تمديد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لمدة سنة، وما تبع ذلك من تطورات كادت أن تشعل الحرب في المنطقة. وفي الوقت الذي ما زال فيه إعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء يثير مواقف متباينة تتجه أنظار متابعين إلى ما سيخرج به مجلس الأمن من قرارات بشأن الوضع في الصحراء، وما ستكتشف عنه المناقشات بشأن تعاطي الدول المؤثرة في مجلس من الخطوة الأمريكية، لا سيما بريطانيا التي لا يستبعد مراقبون مغاربة أن يعرف موقفها من قبل الصحراء تغييرا في اتجاه دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط لطي الملف، وهو التغيير من شأنه إحداث تحول جذري في النزاع. وفيما تراهن جبهة البوليفاريو والجزائر على دفع الإدارة الأمريكية الجديدة نحو التراجع عن موقف دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخل وتصحيح ما تعتبره خطأ، أن تبدو الدبلوماسية المغربية مطمئنة لمخرجات جلسة مجلس الأمن من الاعتبارات عدة، من أبرزها أنها طفرت بدعم العضو الأكثر تأثيرا في المجلس، وأنها لم تخل خللا أزمة معبر القرقرات في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بالتزاماتها القائمة في المنطقة بما فيها وقف إطلاق النار الموقع في عام 1991 والاتفاقات المرتبطة به، بل أكثر من ذلك حظي تدخلها بشكل سلمي لتأمين المعبر بتأييد دولي. نقاشات حامية بين روسيا والولايات المتحدة حول سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مرجحا لإجماع أعضاء المجلس على ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد يشرف على مفاوضات بين الأطراف، وكذلك على دور الأمم المتحدة في تسريع إيجاد حل دائم ونهائي لقضية الصحراء. وجاء في المرسوم الرئاسي أن الولايات المتحدة تعتقد أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارا واقعيا لحل النزاع، وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأنسب والحقيقي والوحيد الممكن في هذا النزاع. وحثت واشنطن الطرفين على الانخراط في مناقشات دون تأخير انطلاقا من مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كإطار العمل الوحيد للتفاوض لحل مقبول للطرفين، ولتسهيل التقدم نحو هذا الهدف ستشجع الولايات المتحدة الأمريكية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، ولهذا الغرض ستفتح قنصلية في أراضي الصحراء المغربية في الداخل من أجل تعزيز الفرص الاقتصادية والتجارية في المنطقة. كما يشكل الاعتراف لأول مرة ترجيحا لكفة المغرب في نزاع الصحراء وتكسيرا لقاعدة التوازن التي كانت تسلكها الإدارات الأمريكية المتعاقبة.